السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بيكون عند اي شخص بيدين بدين معين مشكلة، والمشكلة دي بتتمثل في ان هو منين جاب العقيدة اللي بيعتقد بيها دي. السؤال ده يمكن من اصعب الاسئلة اللي ممكن تسألها لشخص مسيحي مثلا. لما تيجي تسأله انت جبت منين عقيدة الثالوث او التثليث او ان الاله مثلث الاقانيم او ثلاثة اقانيم الاب والابن والروح القدس، بيرد بنص واحد فقط في الكتاب المقدس الى حد ما قريب يعني من الصيغة اللي هم بينادوا بيها بحسب ايمانهم. نص واحد فقط مبني عليه عقيدة دين من اكبر الاديان في العالم من ناحية العدد. عندنا مثلا القمص داود لمعي كان بيكلم عن الثالوث وبيقول ان الله اعلن بذاته او عن ذاته في الكتاب المقدس. احنا نتكلم النهاردة في نص واحد فقط هو نفسه هيستشهد بيه. ناخد فاصل ونرجع لكم. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا ممكن تنشر الرابط على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الفيديوهات بتاعة القمص داود لمعي عشان توصلوا الرسالة ونسمع منه رد، ولو عايز تدعمنا ماديا رابط البتريون اسفل الفيديو. القمص داود لمعي كان بيتكلم عن الثالوث وهو بيرد على شبهة المسلمين ان يعني ان المسلمين بيقولوا ان الثالوث ده شيء مش مفهوم، فهو راح قايل ان الله عندنا اعلن عن ذاته ان هو مثلث الاقانيم الاب والابن والروح القدس، فاحنا ملناش علاقة، ده النص هو اللي بيقول كده. وبعد ما فكر كلامه ده استشهد بنص متى 28:19 اللي بيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وده يعتبر هو النص الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي بيقول الاب والابن والروح القدس في الصيغة دي. يعني مثلا دائرة المعارف الكتابية وزي ما هو معروف من محرريها صموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية سابقا والدكتور القسم نيس عبد النور بتقول في الجزء الثاني صفحة 434، فبتقول ان اقرب التعبيرات الى ان تكون صيغة رسمية لعقيدة الثالوث هي الصيغة التي سجلها العهد الجديد من فم الرب نفسه، ونحن لا نجدها في انجيل يوحنا بل في احد الاناجيل الثلاثة الاولى اللي هو متى ومرقس ولوقا، ويقصد انجيل متى، فقد جاءت ضمنا في إرسالية الرب للتلاميذ بعد القيامة حيث قال وذكر النص. وبعد كده بيقول لذلك كانت هذه الصيغة تقريرا واضحا لعقيدة الثالوث، ونحن لا نجد هنا ميلاد عقيدة الثالوث بل نراها أمرا مكررا ضمنا، ولكننا نرى هنا الأصل القاطع بأن الله مثلث الأقانيم. هنرد طبعا على كلام القس داود لمعي وهنرد على كلام دائرة المعارف الكتابية بأنه هو أن ده الأصل القاطع بأن الله مثلث الأقانيم. نلاحظ بس في كلام دائرة المعارف الكتابية أن هي بتقرر أن نص التثليث ده هو النص الوحيد في العهد الجديد. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل المسيح يتكلم عن الإرسالية دي بصيغة مختلفة عن الثالوث اللي موجود في إنجيل متى في مواضع أخرى في الإنجيل؟ هنلاقيه يتكلم مرتين، يعني كده كلهم ثلاثة، المرة الأولى في متى 28:19، وطبعا إنجيل مرقس مكتوب قبل إنجيل متى، فهيقول بقى الصيغة الثالثة أو الثانية عفوا في إنجيل مرقس 16:15، يعني المفروض الصيغة بتاعت إنجيل مرقس قبل صيغة إنجيل متى اللي بيقول فيها وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. هنا اتكلم عن الكرازة بالانجيل مش باسم الاب والابن والروح القدس، ولا حتى مجرد تلميح زي ما مكتوب في انجيل متى 28:19. والمعلومة النص اللي في نهاية انجيل مرقس ده اضافة لاحقة باعتراف غالبية علماء النصارى وانه مش موجود في اقدم المخطوطات وصححها. النص يقصده خاتمة انجيل مرقس كلها مش موجودة اللي هو الاعداد اللي صح 16 الاعداد من 28. النص الثالث وهو في انجيل لوقا الاصحاح 24 العدد 47، فبيقول وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدئا من اورشليم. نفهم من الكلام ده ايه؟ ان هم طلب ان هم يكرزوا باسمه فقط مش باسم الاب والابن والروح القدس. النص بيقول ايه؟ وان يكرز باسمه بالتوبه مغفره الخطايا لجميع الامم مبتدئا من اورشليم. واضح اهو النص هنا بيقول باسم المسيح مش باسم الاب والابن والروح القدس. ده معناه ان الارسالية دي اتكررت 3 مرات في ال3 اناجيل، في انجيل متى الاب والابن والروح القدس، في انجيل مرقس بالانجيل، وفي انجيل لوقا باسم المسيح. يعني كده 3 مرات حصلت فيهم الارسالية دي، مرة قال باسم الثالوث ومرة باسم المسيح ومرة قال لهم اكرزوا بالانجيل.
ندخل بقى على السؤال اللي بعده، هل فعلا المسيح امرهم بان هم يروحوا لكل الامم ولا لبني اسرائيل فقط؟ تعالوا نقرا الكتاب المقدس وهو اللي يحكم ما بيننا وما بين النصارى. نشوف مثلا في انجيل متى الاصحاح 15 عدد 22 وهو بيتكلم عن امراه غير يهوديه طلبت منه ان هو يشفي بنتها. قال ايه النص؟ النص بيقول واذا امراه كنعانيه خارجه من تلك التخوم صرخت اليه قائله ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا، فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال، ركزوا في النقطة دي، وقال لم أرسل إلا أداة حصر إلى خراف بيت إسرائيل، أنا ما جيتش إلا لليهود. عشان كده المسيح لما جه أرسل تلاميذه في إنجيل متى، فالنص بيقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل اليهود وبس، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. يبقى إذن المسيح قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، وفي نفس الإنجيل قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامري لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل طلبوا، وفي نفس الإنجيل 15:22 قال أنا ما جيتش خالص خالص أبدا خالص أبدا خالص إلا لليهود. يبقى احنا كده عندنا نوعين من النصوص، نصين بيقولوا ان هم انا ما جيتش الا لليهود، والنص التاني بيقول روحوا بس ما تروحوش الا لليهود وبس، والنص التالت اللي موجود في اخر انجيل متى اللي بيقول اذهبوا وتلمزوا جميع الامم، وان كان جميع الامم دي ممكن يفهم منها جميع امم اليهود لكن ما علينا. يبقى احنا كده قدام النصارى وقعناهم في مشكلة، او طرحنا عليهم مشكلة بلاش وقعناهم، نص بيقول اذهبوا الى جميع الامم وهم بيقولوا ان جميع الامم يعني كل العالم، والنصوص التانية بتقول انا ما جيتش الا لليهود، وبكده ممكن نقول كش ملك، لان كده هيبقى قطعا في نص محرف لو بالتفسير المسيحي ان كل الامم معناها كل العالم، لان المسيح قال صراحة في انجيل متى 15 قال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة الا لليهود، فازاي هيقول لهم روحوا للعالم كله؟ وهنسأل سؤال، لو المسيح قال لتلاميذه عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، يا ترى كان هيعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس ولا كانوا هيغيروا في الصيغه التعميديه دي؟ تعالوا نشوف فعلا هل تلاميذ المسيح عمدوا باسم الاب والابن والروح القدس ولا كان ليهم راي تاني. احنا عندنا خمس تلاميذ عمدوا في العهد الجديد، بطرس، يوحنا، فيلبس، يوحنان، وبولس. الخمسة دول عمدوا باسم مين؟ ندخل على اول واحد ونشوف، وهو بطرس الرسول تلميذ المسيح اللي بتقول عليه الكاثوليك ان هو صخرة الكنيسة في اعمال الرسل 2:38، فبيقول فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم الاب والابن والروح القدس. ايه ده؟ ثواني معلش، قال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. ايه ده؟ يعني مفيش باسم الاب والابن والروح القدس؟ لا لا معلش، النص ده ممكن يكون فيه مشكله، خلينا نشوف نص تاني في اعمال الرسل 10:48، فبيقول وامر ان يعتمد باسم الرب اللي هو يسوع حينئذ سالوه ان يمكث اياما. طيب يبقى احنا كده عندنا بطرس، يا جماعه اتصدمت انا شويه معلش، بطرس ما كانش يعرف صيغه التعميد اللي هي باسم الاب والابن والروح القدس اللي امر بها المسيح تلاميذه في الانجيل، ولا كان يعرف صيغة التثليث أساسا. تفتكروا خالف أوامر يسوع؟ طب تعالوا نشوف كده تلميذ تاني يمكن يكون ما خالفش أوامر يسوع ولا حاجة، يوحنا تلميذ المسيح اللي بيقولوا عليه إنه هو تلميذ الحبيب، هل استخدم صيغة التثليث اللي أمر بها المسيح؟ نشوف في أعمال الرسل صح 8 العدد 14-16، ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن سامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا الذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. مفيش باسم الأب ولا ابن الروح القدس، واضح كده أن يوحنا كمان ما كانش يعرف صيغة التثليث او ما سمعش كلام يسوع. طب خلينا نشوف تلميذ ثالث، فيلبس وهو احد التلاميذ المسيح الاثنى عشر، في سفر اعمال الرسل اصحاح 8:16 النص بيقول انه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع، ففيلبس ايضا عمد باسم الرب اللي هو باسم المسيح فقط. تعال نشوف التلميذ الرابع وهو حنانيا تلميذ المسيح اللي عمد بولس لكنه عمده باسم الرب مش باسم الثالوث، والكلام ده في اعمال الرسل 22:16، والان لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك
داعيا باسم الرب. مش بس كده، ده كمان زي ما قلت ان هم خمسة، بولس بنفسه ما كانش يعرف صيغة التعميد اللي هي باسم الاب والابن والروح القدس. هنلاقي مثلا في رسالة غلاطية 3:27، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. تلاميذ المسيح وبولس محدش منهم عمد باسم الاب والابن والروح القدس، وهم كلهم عمدوا وتعمدوا باسم المسيح. ولو دورنا في الكتاب المقدس كله مش هنلاقي ولا واحد تم تعميده بصيغة الاب والابن والروح القدس، ومش هنلاقي النص اساسا الاب والابن والروح القدس. وطبعا دي حاجة غريبة جدا انك ما تلاقيش واحد بس من تلاميذ المسيح، سواء ال 12 او السبعين او غيرهم، ولا اي حد عمد باسم الاب والابن والروح القدس، كلهم اتعمدوا باسم المسيح فقط، وكأنهم بيعندوا يسوع وبيقولوا له احنا مش هنتبع اوامرك. اللي هو ايه؟ اللي هو اوامرك في ايه؟ اللي هو في التعميد، اللي هو اهم حاجة في المسيحية، لان النص بيقول من امد واعتمد خلص، يعني من غير التعميد انت مش هتخش الملكوت. فلك ان تتخيل ان تلاميذ المسيح عمدوا بصيغة مختلفة عن اللي بتعمد بيها الكنائس الثلاثة دلوقتي. لكن يا ترى ايه رأي علماء المسيحية في النص ده؟ هل اكدوا على النص ده ولا قالوا ان النص ده غير صحيح؟ وبما ان مفيش ولا واحد من تلاميذ المسيح عمد الناس باسم الاب والابن والروح القدس حسب امر يسوع في انجيل متى الاصحاح الاخير 28:19، فده شيء يخلينا نشك في النص ده اللي المفروض منسوب للمسيح. ولو حاولنا نرجع لاقدم صورة او مرجع لنص انجيل متى 28:19، هنلاقيه مذكور في كتاب اسمه تاريخ الكنيسة لواحد مؤرخ مسيحي اسمه يوسابيوس القيصري، واللي اتولد سنة 246. وده معناه ان هذا الشخص كتب كتابه قبل المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية بوقت طويل، وكلامه هيكون ادق طبعا. والكتاب ده زي ما قلت اسمه تاريخ الكنيسة، وهو بيباع في مكتبة المحبة الارثوذكسية، تحديدا في صفحة 100. نفتح الكتاب كده وهنلاقي مكتوب: اذهبوا وتلمزوا جميع الامم باسمي. وفي الهامش طبعا كاتبين متى 28:19. يوسابيوس القيصري ابو التاريخ الكنسي بحسب رأي علماء المسيحية فيه، قال في كتابه ان المسيح قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي، والنص الحالي بيقول باسم الاب والابن والروح القدس. وكمان مفيش حد من العلماء في عصر يوسابيوس اعترض عليه ولا قال له انت حرفت النص. معنى كده ان الناس كانت متفقة على ان النص بيقول باسمي مش باسم الاب والابن والروح القدس زي ما بيقول علماء المسيحية دلوقتي. يعني يوسابيوس القيصري اثبت بالاقتباس بتاعه ده ان التحريف موجود في الانجيل الحالي، واكيد طبعا يوسابيوس نقل عن مخطوطات يمكن مش موجودة حاليا. المفروض بقى نصدق مين؟ نصدق يوسابيوس القيصري اللي ما بينه وما بين المسيح حوالي 200 سنة. ده بالاضافة الى ان علماء المسيحية المعاصرين لي محدش منهم اعترض وقال له انت كده حرفت في الانجيل في نص خطير زي ده. نص خطير زي ده الطبيعي كلهم يقولوا ايه ده يا يوسابيوس، انت كده غيرت النص، انت جاي شوية على الثالوث عشان انت مؤمن بأريوس على حسب علماء المسيحيين، او على حسب رد المسيحيين على الكلام بتاع يوسابيوس القيصري ان هم بيقولوا ان هو أريوس. طب هل في حد من العلماء المعاصرين لي اعترض على الاقتباس بتاعه ده؟ والكلام ده كله يؤكد تحريف النص ده لإثبات عقيدة الثالوث في وقت متأخر. طبعا ده مش كلامي، ده كلام علماء المسيحية، ومنهم المطران الآب سليم بوسترز اللي قالوا في كتاب اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر الجزء الثاني صفحة 48. فهو حط النص اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وبعد كده قال يرجح مفسر الكتاب المقدس أن هذه الوصية التي وضعها الإنجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه. نص التثليث اللي الثلاث طوائف المسيحية وغيرهم مؤمنين به، حتى شهود يهوى على فكرة حاطينه في ترجمة العالم الجديد، مش موجود، وان هو ما تقالش على لسان المسيح. لا، ليست على لسان او ليست من يسوع نفسه، بل هي موجز الكرازة التي كانت تعد للموعظين للمعمودية. فالمعمودية في السنوات الاولى للمسيحية كانت تعطى باسم يسوع المسيح، اعمال 2:38 و10:48 او باسم الرب يسوع، اعمال 8:16 او 19:5. ومن هنا يرجح المؤرخون ان صيغة المعمودية الثالوثية هي موجز للكرازة التي كانت تعد للمعمودية. وهكذا توسع اسم يسوع ليشمل ابوه الله
وموهبة الروح القدس. واللي يثبت كلام الاب سليم بوستر ان صيغة عمدون باسم الاب والابن والروح القدس كانت تعليم شفهية للكرازة اللي كانت تعدل المعمودية هو القديس باسيليوس الكبير اسقف قيصرية في كتاب الروح القدس تعريب الدكتور جورج حبيب بيباوي صفحة 165. احنا بنستشهد بالقديس، والقديس ده في ايمانهم، قديس ده يعني مقدس من الله، اسمه باسيليوس الكبير اسقف قيصرية. فهو بيقول انا بس هوقف المرجع امامكم ان تقرأوا المرجع كله لان المرجع كله مهم. فبيقول سوف احتاج لوقت طويل جدا اذا حاولت ان اسرد اسرار الكنيسة غير المكتوبة، اما عن باقي الموضوعات فلا يجوز لي ان اقولها او اقول عنها اي شيء. اما عن الاعتراف بايماننا بالاب والابن والروح القدس فما هو مصدر المكتوب لهذه العقيدة؟ فبيقول بقى اذا كان حقا اننا اعتمدنا فان التسليم الخاص بالمعمودية يحتم الايمان والاعتراف بصيغة معروفة عند معموديتنا، ومنطقيا علينا ان نقدم لمجد الذي يتفق مع الايمان الذي اعتمدنا به، فهذا ينسجم تماما مع التسليم ومع الايمان الصحيح صحيح الذي تقوم عليه حياة التقوى، وعلى المقاومين أن يقبلوا ما نقوله حتى لا يكون هناك تناقض بين الذكسولوجية وصيغة التعميد نفسها. وإذا رفضوا الذكسولوجية التي نستعملها لأنها لم ترد في مصدر مكتوب القديس باسيليوس الكبير، فبيقول هنا إن هي لم ترد في مصدر مكتوب، يعني ما فيش نص بيقول الآب والابن والروح القدس، وبعد كده بيقول فعليهم أن يبرهنوا لنا ما هو المصدر المكتوب الذي يظهر فيه الاعتراف بالإيمان. طبعا التسليم الخاص بالمعمودية اللي طبقوا التلاميذ جميعا والوحيد المذكور في الإنجيل ما فيش فيه الآب والروح القدس والابن ولا أي إشارة للثالوث. وهنا باسيليوس أسقف قيصرية القديس بحسب إيمانهم بيرد على الناس اللي بتقول إن الصيغة الثالوثية عند المعمودية، وبيقول فين الدليل على العقيدة دي من الكتاب المقدس. وطبعا طالما قال كده يبقى نص إنجيل متى 28-19 اللي قال فيه معمودية الأب والابن والروح القدس ما كانش موجود في عصره، وبالتالي فهو مضاف على الكتاب المقدس بعد ما كان تعليم شفهي عادي. حتى لو المخطوطة السينائية قبل تاريخه فده مش معناه ان هي كانت في ايده، ممكن يكون المخطوطات اللي كانت في ايده ما كانش فيها صيغة الثالوث لكن كان موجود فيها باسمه، عشان كده بيقول ان مفيش دليل كتابي عليه. وده بالاضافة كمان للتفسير الحديث للكتاب المقدس، وهو التفسير قدامنا اهو عشان زكريا بطرس طلع جاهل ومش عارف، معلش يمكن الكتاب قديم شوية عندي. فهو بيقول بقى في صفحة 462 والواقع أن المعمودية كانت في عصور العهد الجديد بحسب ما جاء في مصادرنا باسم يسوع، وهو أمر غريب إذ أن يسوع وضع لنا صيغة ثالوث واضحة قبل صعوده. وربما نجد تفسير ذلك فيما يقال من أن هذه الكلمات التي أصبحت تستعمل فيما بعد كصيغة ليتروجية، أو لعل متى كان يلخص بصيغة أوضح وبلغة الكنيسة الرسمية التي كتب بها جوهر تعليم يسوع عن الله الذي سيعبدونه. ولقد قيل أن هذه الكلمات لم تكن أساسا جزءا من النص الأصلي لإنجيل متى. من داخل الكتب المسيحية بنثبت ليكم تحريف أخطر نص في الكتاب المقدس، وأتمنى الرسالة دي توصل للقس داود لمعي. المراجع المسيحية اعترفت صراحة بتحريف النص وإن تم إضافته في وقت مبكر جدا. تعالوا ناخد تفسير بيك للكتاب المقدس وترجمة الكلام ده باختصار. فبيقول الأمر بالتعميد باسم الثلاثي هو إضافة لاهوتية لاحقة مقابل الكلمات عمدوا، وبعد كده اللي هو الروح، يعني كان يجب ان نقرأ ببساطة باسمي. لينك التفسير انا هحطه لكم في صندوق الوصف عشان تقدروا تطلعوا عليه. ومن العلماء ايضا اللي اعترفوا بتحريف نص متى 28-19 عالم مسيحي اسمه ويل دانيلز في كتاب ليه اسمه فهم الثالوث في صفحة 263. فبيقول لا يستطيع احد ان يقول بيقين ان اصل هذه العبارة من متى. وبعد كده بيقول هناك مؤشر من هذه العبارة نفسها والتي تجعل التعميد باسم الاب والابن والروح القدس، وبعد كده قال انها جاءت من اصل متأخر عن كهنوت يسوع. الموضوع ما وقفش على ان عالم او اتنين اعترفوا بتحريف النص ده، في علماء قالوا ان جميع العلماء اتفقوا على تحريف واضافة جملة عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ومن الكتب اللي نقلت لينا الاجماع ده كتاب لاجل المسيح لهاربر توم في صفحة 58. فبيقول باختصار الترجمة كالاتي يتفق جميع او اغلب العلماء المحافظين، خلي بالكم من كلمة المحافظين دي، على ان الجزء الاخير من هذه الوصية على الاقل تم اضافته لاحقا
لاحقا، حيث أن هذه الصيغة غير موجود في أي مكان آخر في العهد الجديد. ونحن نعلم من خلال الدليل الوحيد المتوفر لدينا اللي هو بقية العهد الجديد أن الكنيسة لم تقم بتعميد الناس باستخدام هذه الألفاظ اللي هي الأب والابن والروح القدس، بل إن التعميد كان باسم يسوع وحده، وبالتالي فإن النص الأصلي يقول عمدوهم باسمي، ومن ثم جاءت الإضافة لتصبح جزءا من العقيدة. وفي الحقيقة إن أول من أشار إلى هذا الأمر هم الناقدون الألمان بالإضافة إلى طائفة الموحدين في القرن 19، وهذا الرأي كان شائع القبول عموما في الأوساط العلمية. وبعد الكلام ده طبعا مفيش مجرد شك في إن نص متى 28-19 مضاف. طيب مين حرف النص ده وليه الأب ستيفان شربنتي بيقول في كتاب دراسة في الإنجيل كما رواه متى صفحة 6، فبيقول إن تلك العبارة التي يتساوى فيها الأقانيم الثلاثة بوضوح تام لا مثيل لها في العهد الجديد، ولقد طال بحث الكنيسة قبل أن تصل إلى هذه الصيغة، ففي البداية كانوا يعمدون باسم يسوع فقط. ونشعر من خلال رسائل بولس بتلك الترددات التي عرفها التعبير عن الإيمان بالثالوث، ونفهم من الكلام ده إن الكنيسة هي اللي حرفت النص عشان تدعم عقيدة الثالوث، زي ما أثبتنا قبل كده نصوص كتيرة قوي، وزي ما قالت قبل كده دائرة المعارف الكتابية لما قالت إن في نصوص اضافت لتدعيم فكر لاهوتي. الكنيسة حطت النص ده لإثبات عقيدة الثالوث في الكتاب المقدس، فالكنيسة فرضت على الجميع ان هو يعمد باسم الاب والابن والروح القدس، وبعد كده اقروها كعقيدة، وبعد كده الله اعلم ممكن قبل كده حطوا النص ده في الكتاب المقدس. طب مين اللي بيقول كده؟ هل معاذ اللي بيقول؟ لا. هل عتريس اللي بيقول؟ لا، ده الاب فاضل سيدارس في كتابه تكوين الاناجيل صفحة 25، فبيقول وربما كان في نشأة الكنيسة تياران أو تقليدان، أحدهما يعمد باسم يسوع المسيح والآخر يعمد باسم الآب والابن والروح القدس، إلا أن التيار الثاني فرض نفسه نهائي. هي دي عقيدة المسيحيين، لو الكنيسة عايزة تعمل عقيدة بتروح تحط نص وتجبر الناس على قبوله، وطبعا كل العقائد على حسب هوى الكنيسة. فالواجب عليك أيها المسيحي المنصف الباحث عن الحق إنك تدور على الحق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أنا عايز أختم بس بجملة أنا بعتقدها جدا، وهي إن من أشهر الفروق ما بين المسلمين والنصارى كمثال يعني إن المسلم بيعتقد باللي له دليل عليه في القرآن أو في السنة، لكن المسيحي لأ، المسيحي بيحرف في النص عشان يوازي أو يتماشى مع الاعتقاد اللي هو بيعتقد به، ودي نقطة في غاية الأهمية. خلص الفيديو سريعا، أتمنى يا رب أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل خالص لوجهه، وأتمنى أنكم تنشروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. أنا أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ده الكلام ده يكون خير لأي حد يسمعه، وأتمنى تنشروه، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ولو عندك تعليق اكتبه، لو عايز تدعمنا زي ما قلت ممكن تنشر الرابط أو تدعمنا على رابط البتريون أسفل الفيديو. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.